جديد وعلى الوضع الصحي في الولاية. لكن باش نمشيو لبعض الحوادث اللي قاعدة تصير مؤخرا، تقريبا الأيامات اللي تعديت نهارين التالي هكا، قلت البارح كان مانيش غلطة في النهار، حادثة تصير بالناظور حتى إليم، على خاطر نحكيو على عنف كبير برشا مسلط على بعض الشباب، الشباب اللي عمرهم أقل من 20 سنة، صغيرات مازالوا يكوروا دورة متاع كرة قدم تتقلب بعركة وضرب وعصي وسكاكن وعنف كبير برشا مسلط على الناس هذوما. تفاصيل ناخذها توت سويت في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. معنا قيس صالح هو أحد الضحايا واللي الحمد لله قام لباس. الحمد لله عليك يا صالح، عسلامة. عسلامة. مرحبا بك سيدي. والله الحمد لله عايش. يعيشك. ساعة طمنا على صحتك قبل كل شيء. والله الحمد لله تويك الحمد لله ونشكر ربي اللي وقفنا للفاجئة وكاو. الحمد لله. خلينا نرجع بشوية بشوية للحادثة كيفاش صارت. هي كانت دورة متاع كرة قدم تلم مجموعة من الأكاديميات هكا ولا بين الحوم بين الصغيرات اللي مغرومين بالكرة، دونك مشاو باش يلعبوا الكرة. مشاو باش يلعبوا الكرة مش أول مرة، ما مشاو بل برشا مرات. ومين تلعبت الماتش هذا ومين تلعب؟ تلعب في الناظور. في الناظور بي؟ اي في ستاد بريفي في الناظور. بي؟ شو اللي صار؟ هو اللي صار كوني ديما نمشي معاهم، انا مرافق معاهم وحطهم انترونور في المدير الرياضي. ديما نرافق فيهم ومش اول مره معنا نمشي للناظور، كانت عندي توزع اكثر من عامين نمشي كل جمعه ونصور وغادي ما عندنا حتى مشكله معاهم. ما صار حتى مره معناها حتى مشكله صغيره. مره هذه صار انا التحام صغير بين زوارات صغار في التيران معناها ما يستدعي حتى شيء. اللي هي تصير عادي معناها في الماتشويت تصير عادية على الاخر. عادية 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 على الاخر. ما يستحقش الامر انها تولي عركة بالطريقة هذيك اللي شفناها. ما تستحقش وما كناش نتصوروا باش معناها تولي عركة كيما هكا. بي يخرج الصغير هذايا تال البستير تال البستير باش يبرد الحالة ويرجع. ويرجع. ما رانا فهمتني الا ما كلم هو ورجع يكور عادي جدا عبارة ما صار شيء. يكلم بوه يجيب بوه يجيب معاه عصا كبيرة على الاخر ويجيب معاه 14 15 واحد الاعمار نتاعهم كبار كبار على الاخر معناها اكثر من 30 عام اكثر من 30 عام معناها مجموعة من العبيد عمرهم اكثر من 30 عام جايين باش يعاركوا صغيرات أكثر. ويضربوهم عمرهم اقل من 20 عام بالضبط هيك كليك اقل من 20 عام كان انا عمري 27 عام هكا هو يا لطيف المشكلة ما همش جوا كاكا ما غير حتى شيء كل واحد شاد حاجة في يديه واحد سيف واحد سكينة ولا شاد بار حديد متاع 12 واحد شاد بالا كل واحد شاد حاجة واحد تحط في يديه كيجاو وبداو يضربوا فيها على بعضها الناس كلها ولاد الصغار يضربوا فيها شفت عليهم ولاد الصغار طعنا للواحد للبستيار عندنا البستيار نتاع الصاد طعنا فيه وكسرنا الباب على اساس باش تشوفوا شنو ماناش فاهمين حتى شيء وفي اللي دا في البستيار ما جيت ما نعمل وحدي سكروا علي الباب نتاع البستيار بالبالا ديجا قاعدين نشوفوا في التصاور احنا نتاع البستيار وهي مكسره والبلار والباب طايح كريمون اي الباب طايح يدخلوا علينا بالضرب على بعضنا كوليكا واكثر انسان يضربوا فيه هو ممكن على خاطر الكبير فيهم ما عرفت شنو هو السبب بالضبط لحد هذه اللحظه والله لا نعرف شنو هو السبب شنو علاش معناها كاش يضربوا فينا على اساس من عالم اخر ماناش توانسه ماناش عباد ماناش انسان يحموا دم يضربوا فينا بالباله ضربني على صوابع ايديا ثلاثة صوابع مشاو جاي بعت لي يضربني على راسي بالبالة فقدني الوعي فقدت الوعي خمسة ولا ستة سوايع ومهم معناها حتى لو كان فاقد الوعي مازالوا يضربوا فيه يضربني في وجهي يحكي لي الصغيرات قالوا لي يضربوا فيك على وجهك بالكرافون ويعبطوا عليك في وجهي ثم شوية راس على الكرافون كيفاش يعبطوا عليك قالوا لي ما سيبوك كان كي قالوا صحيح او مات او توفى سيبوه هف قيس تقريبا انت قلت قعدت فاقد الوعي معناها ملي بداو يضربوا فيك وفقدت الوعي اما تتفكرش على قليله
التوقيت اللي قعدت فيها العملية هذه الكل، الهجوم اللي صار عليكم مع الصغيرات قديش؟ هو الماتش بدأت 6:15 6:15 كيك، معناها 8 شوية كيك. بعد سألنا وكل شيء، السيد اللي جاء الأولاني هو السيد الوليد الصغير يخدم في الأمن، ايش في الأمن في ولاية القروان، مايش أول مرة، هو أصيل من منطقة الناظور، مايش أول مرة، من ثاني يعمل هكاك مع ناس أخرين. في هذايا الكل الأمن ما دخلش باش يلقى حل في المشكلة؟ الأمن كلمناه، كلموا مولى الصاد، وعلى فكرة نشكروه مولى الصاد، بعد ما صارت الحادثة هو كان موجود، أما الله غالب نجم يعمل حتى شيء، ناس بالطبيعة مهمجيين وناس ما تصورش يا مدام، أقسم بالله قد ما نحكي لك والله ما تصورش في المخ. فكوا له التليفون نتاعه وضربوه ليه على راسه زاد حتى هو، وهو زاد كلم ثم شكون فينا كيف دخلنا للفيستير ومسكرين الباب من الاول، ثم شكون فينا كلم الحاكم مرتين قال له راهو منطقه الناظور ما عندناش حتى كهرباء تويكا، تو نبعثوكم الفحص، يعمل له راني شنموتو تويكا، رانا باش نموتو، يعمل له ما عندي ما نعمل لك، ما عندي ما نعمل لك، لو جيكم الفحص، تصور انت من الفحص الناظور ساعة ونص ولا ساعتين ولا ما عرفت الوقت بالضبط، تصور بعد جات بعد الله اعلم ما عرفت وقت جات، اما وقت الحادثة ما جاء حتى شيء. فسيبونا كان كي قال له هاو مات هاو توفى، هذا الامني قال له هاو توفى صاي ابطا ابطا على يجي الحادثة. هذا مش ناس شاهدة صغيرات غادي كان ساكن وضربوهم، حتى الصغيرات ضربوهم، معايا وليد اخر زاد ضرب على راسه ضربه كبيره على الاخر، والله العظيم الحمد لله غرز برشا غرز برشا، الحمد لله كي انتم ما قمتوا لاباس، والحمد لله كي صغيرات زاد نقولوا الحمد لله لاباس، معناها ما صارتش والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد يحمد ربي. مشيتوا شكيتوا باش تتبعوهم قضائيا باش تمشيوا تشكيوا باش تاخذوا حقوقكم، كيفاش باش تصرفوا بعد؟ مشيت باش نشكي في النفيذه، اي قالوا لي المشكله صارت في الناظور، تمشي تشكي في الناظور، ما دام هم حبوا يقتلوني غاديك حتى برايك انت تنرجع لهم طويك للناظور وهو امني، لا تو لا كانش نرجع لهم، راهم في كل لحظه راهم ناس ما عندهمش حتى ذره نتاع انسانيه في قلوبهم، كانش نرجع وش يشوفني والله اعلم شنو يصير، راهم يعاودوا يقتلوني غاديك. معناها انتم اللي صار هذايا الكل والتصاور اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي والضرب اللي كليتوه والله اعلم شنو صار اخر، وما استدعوكمش ولا باش يحقوا معاكم ولا باش يشوفوا علاش. طب الشرع عطاني 25 يوم. اي. هذا مازالت عندي تويكا في يدي ومانيش عارف روحي شنو نعمل بالضبط. اللي نمشي له يقول لي لازم تشكي وفين صارت الحادثه. تصور انت والوليدات الصغار الكليكا راهو نفس الحديث، يحبوا يشكيوا يحبوا ياخذوا الحق بتاعهم الكليكا يبعثوا فين للناظور. لا تصور انت بعد ما صارت الحادثه هذيك في الكليكا بين فما شكون شي نجم يرجع، مستحيل لو كان مازال يرجع واحد. هو يعني ما الله العظيم من الصباح واني خايف مانيش عارف روحي شنو واش نعمل. يعني طويتها قدام المحكمه تاع نتيلا مازلت مانيش عارف روحي شنو نعمل. معناها تحبوني نرجع للناظور غادي والله يقتلوني. كان المرة اللي فاتت ما يحسبوني مط والمرة هذه يشوفوني والله يقتلوني. الحقيقة ما نعرفش مصدومه اكثر من اني مستغربه من الموضوع اللي تحكي فيه قيس، على خاطر حساسني تقولش علينا ماناش في تونس، تقولش علينا عايشين في شيكاغو، معناها حوم هذوما كل واحد يتصرف فيها وكل واحد عنده سلطه وحده. نحن نحكيو لهنا على بونديزم كبير برشا، عباد شويه لمشيت ارواحها شويه لتوفيت، معناها انت تحكي على عمليه العنف اللي صارت عليك نتصور والله قد ما نحكي لك وقد ما نحكي لك ما تصدق. هو اني مانيش مصدق روحي كيفاش تويكا عايش هاو من الاخر والله العظيم. وعلى فكره راني متخرج ممرض رئيس انفيرمير برنسيبال وانترونير في النفيذه الرياضيه، وما عنديش لا مشاكل مع حتى انسان في الدنيا هذه كليك النهار، عملت مشكله مع حتى انسان. الناظور هذه مشيت نصور فيها فامال دي فوا قديش من مره برشا مرات، عندي عامين تويكا ما صارت لي حتى نهار حتى حاجه. نهارتها مانيش عارف شنو صار، يعمل له هذاك اقتلوه هذاك اقتلوه، الى حد هذه اللحظه مانيش عارف علاش علاش بالذات علاش شو قلتوني شو عملت لها. بي الكلمه الاخرانيه قيس باش نخليها لك فيسعه فيسعه قبل ما يجينا وقت الاخبار. هذا ما شاء الله كل واحد ياخذ الحق بتاعه، وان شاء الله السيد هذا العمل العمله هذه ان شاء الله ياخذ الجزء بتاعه. سلك الامن بعمره لك كان محسوب على الشخص هذا بالطبيعه، وهم اصلا يتبرعوا منه
شاء الله ياخذ الحق نتاعه والجزاء نتاعه، وهذاك هو شنو طالب، ماني طالب حتى شيء. واضح. نشكرك برشا يا قيس، ونعاود نقول لك الحمد لله على سلامتك، والحمد لله على صغير على سلامة الصغيرات الكل. وبون جات باللطف الحمد لله، وكهو على خاطر الاضرار اللي قاعدين نشوفوا فيها كبيره برشا. هذو اللي دخلت وشفت التصاور، الناس اللي تفرج فينا اكيد راهي شافت التصاور، وديما نقول والشيء يحفظ ولا يقاس عليه. هذو اللي وفاتك العقليه نتاع امني لازم يكون متغول، ولا يستعمل العنف ولا يستعمل السلطه نتاعو. شفنا برشا امنيين زاد كيف كيف شرفاء، ويحافظوا على البلاد ويحافظوا على صحه الناس. ما نعرفش شنو اللي صار بالضبط في الناظور، العمليه هذه كيما حكاها قيس، اذا كان معناها لازمنا قولهم حلهم حل الناس هذوما، ونمشيو نتبعوهم جزائيا. يذولي هاو من هنا من نجمه فاهم، يذولنا لازمنا نتصرفوا، لازمنا زاد نتبعوا الموضوع هذايا بالذات على خاطر كانت نجم تمشي فيه ارواح. ال11 و27 دقيقه ريم باش تجينا في موجز اخبار ال11 ونص. انتم خليكم معنا في زوم، زنا مواصلين معاكم 11 ونص نهار باش نكملوا نحكيوا على البروتوكول الصحي اللي تم توقيعه البارحه وكل ما يخص العوده المدرسيه شويه اخر في زومه.